نحن ضمن حملة ضحكتكم بالدنيا توجهنا لشريحة الأطفال لأنه هن أمل مستقبلنا. فأول شيء بلشنا بشريحة الأطفال المشافي يلي قررنا أنه نبسطهم، نعمل لهم شغلات تدعم لهم نفسيتهم، تدعم لهم حياتهم. رح نتوجه بعد على شرائح تانية مثل أبناء الشهداء، أبناء مراكز إيواء والمشردين مثلا. إيه، فحبينا نعمل لهم أي شيء بالحياة خليهم يحسوا بالأمان. نحن أجينا الأطفال هون اللي هنا عم يتعالجوا ضمن مشفى، ما عم يقدروا يمارسوا حقوقهم مثل بقية الأطفال التانين. أجينا لهم إنه نحن ضحكتكم أهم شيء بالنسبة لنا، نحن معاكم قد ما كان لازم نحارب المرض سوا، يعني مرضكم هو مرضنا، ضحكتكم هي اللي بتفرحنا. جينا نرسم ضحكة يعني لنشوف لنتفائل شوي. مبسوطة تعال مرة تانية، شكرا كتير.